أهم ما جاء به قانون 2018 المتعلق بالاستثمار المؤلف في 24 يوليو 2022 الجريدة الرسمية لعدد 50 ومن النصوص التنظيمية لها، لا سيما المرسوم الرئاسي 22-296 والمراسيم التنفيذية المتتالية 22-297-299-399-300-301-302-303، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: الريس الاستثمار، وهي من أهم ميزات القانون والنصوص التنظيمية كونه يسعى إلى توفير مناخ ملائم لكل مستثمر سواء أجنبي أو وطني بشكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالجزائر أو بالخارج على حد سواء، وخوّل له الحرية التامة للمستثمر في حدود احترام قوانين سرية المفعول، استحداث شباك مركزي مخصص فقط لمتابعة وتشجيع ومرافقة الاستثمارات الأجنبية، استحداث منصة رقمية لإيداع الملف وتتبعها تحت عنوان منصة المستثمر، والتي من شأنها القضاء على البيروقراطية المعهودة كون أن الرقمنة تضع كل أطراف في حمل المسؤولية والمراقبة الدائمة، وتخول وتسهل الحصول على المعلومات ومدى تقدم الطلبات، واستحداث وكالة تسهيل الاستثمار تحت عنوان الوكالة الجزائرية لتقية الاستثمار التي حلت محل الوكالة الوطنية للاستثمار.